المجد ووطني، دينة المجد ووطني، عزك الله سعودية، عزك الله. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام. في ختام سكريبت في نسخته الثانية، أنا عادل بن هيف أسعد بأن ألتقيكم في ليلة مختلفة، مختلفة بمتسابقينها، كذلك مختلفة بالنجوم اللي اليوم راح يتوجون على خشبة المسرح والذي احتضنهم لمدة 90 يوم، كذلك راح تكون مختلفة بإيش؟ بإيش طال عمرك؟ قرب لي شوي، ولا خليني أقرب منك. مختلفة بك أنت طال عمرك، أنت عزيزي المشاهد شريك النجاح، من يتابعنا من خلف الشاشة ومن يتابعنا كذلك من خلف رابط البث المباشر باليوتيوب. باسم سعادة رئيس مجلس إدارة قناة الواقع الفضائية الشيخ إبراهيم بن صالح حسين، نرحب بالحضور جميعاً على خشبة هذه المسرح، ونبي نسمع أقوى تحية من الحضور للحضور. كذلك اليوم بمناسبة أنه العدد ما شاء الله تبارك الرحمن كبير، تم تخصيص شاشات خارجية لمتابعة هذا الحدث الكبير، والذي تأخرنا اليوم في الوقوف على هذه الخشبة لعطل فني بسيط، وإذا كان ما تقبل اعتذارنا اسمح لي أحب على خشمك واعتذر منك عزيزي المشاهد. بداية خلوني أتكلم عن شكر قبل كل شيء، شكراً لفريق السوشيال ميديا، شكراً للرعاة اللي كانوا معنا طيلة أيام البرنامج، شكراً كذلك للمقدمين، شكراً للمتسابقين، شكراً للجمهور الكبير. وما بعد هذا الشكر إلا جائزة أوسكار الجماهير اللي اليوم نعلن عنها أو نعلن عن الفائزين فيها، ولأول مرة راح تكون لثلاثة حسابات. هذه الحسابات كانت متفاعلة خلال 90 يوم في البرنامج. استأذن من الأخوان قبل كل شيء، إذا يقدرون يقدمون لي درع الأوسكار لو سمحتوا. هالدرع اللي إن شاء الله برومو؟ اعلن عنه بعدين اعلن عنه. ما في مشكلة. طيب، طبعا هالجائزة إن شاء الله راح يكون منها ثلاث نسخ لأول ثلاثة مراكز متفاعلة من خلال السوشيال ميديا مع برنامج سكريبت في نسخته الثانية. عندنا أبو داحم برومو. طيب مشاهدنا الكريم، حضورنا الكرام، عندنا برومو، خلونا نشوفه. البرومو هذا يتكلم عن إيش؟ ممتاز. هذا البرومو يا إخوان يتحدث عن الدورة البرامجية اللي راح تكون قناة الواقع مقبلة عليها، دورة برامجية بإذن الله تكون مختلفة. خلونا ناخذ تفاصيل بسيطة مع هذه الدورة.